السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم معايا في فيديو جديدة من السلسلة. ممكن في العدد تاع اليوم راح نتكلموا على واحد الموضوع عنده علاقة بالوضع اللي رانا فيه كامل، الفيروس كورونا كوفيد 19 اللي انتشر في العالم كامل كما على بالكم. وين الناس شافت نمط حياتها العادي تبدل، رانا متخبين في الدار، فينا المريض، فينا اللي خايف يمرض، فينا اللي من الخوف تاع المرض راح يمرض، زاد الضغط زاد ستريس، الاولاد في الدار. في الفيديو هادي على الرغم من كل هذه المعطيات الصعبة وعلى الرغم من المعلومات اللي قدمتها في الفيديو السابق تاع الإحصائيات، إلا أني تعهدت مع نفسي نبقى إيجابي ونقيسكم إن شاء الله بالإيجابية ونوصل لكم التفاؤل لقلوبكم. دونك كيما راكم كامل نطلب منكم تدعموا الفيديو هذه حتى الأخر، سيلفو بلي سيلفو بلي سيلفو بلي كامل، ديروا درك جام وخليوا كومنتار، وإذا حاب تربح الأجر معايا زيد بارطاجي هذه الفيديو. اليوم المورال يطلع. فيروس الكورونا كوفيد 19 خطير، هذا شيء متفق عليه عالميا، بصح كي تحاول تفهم مليح ما هوش هو الأخطر. يعني البشرية عرفت من قبل فيروسات أقوى وأقوى من ذلك. معدل الوفيات بالنسبة لفيروس الكورونا كوفيد 19 حاليا على الصعيد العالمي بين 4 و 4.5%. كي ترجع قبل مثلا بالنسبة لفيروس السارس كانت عنده نسبة وفيات 20%. فيروس آخر قوي حتى هو من عائلة الكورونا، المارس، كانت عنده نسبة وفيات تاع 30%. تخيلها أنت، من 100 شخص 30 كامل كانوا يموتوا، وهكذاك وقدرة البشرية تتفوق عليه. يعني حتى من الكورونا كوفيد 19 وريحين نتغلبوا عليه بإذن الله. زيد الميديا يتكلموا بزاف عن الناس اللي توفوا ونساو الناس اللي ارتحت منه. على بالك 35% نسبة كبيرة، 35% كاملة من الناس اللي تقاست من الكورونا كوفيد 19 قدروا يرتاح منه، هذا شيء إيجابي الحمد لله. الطب درك وصل لأقصى درجة من التطور، على بالك غير بعد 15 يوم من ظهر الكورونا كوفيد 19 قدروا يعرفوا المحتوى الوراثي تاعو كامل، الشيء اللي كان مستحيل من قبل. بدينا نهضروا حتى على التلقيح، يعني بعد أسابيع احتمال كبير يوصل الفاكسان للدول العربية وترجع أنت تخدم ويرجع ولادك يقراوا ونصوموا إن شاء الله رمضان على خير وعافية، وتفتح أبواب المساجد وتتزوجي أنت بخطيبك وتتلاقى خالتي رشيدة بخالتي يمينة إلى آخره، المهم ترجع الدنيا عادي. وشنو ما بزمان الإنسان فكرته الأولى على أنه الكورونا خطير ما ينساهاش، يعني يتعامل معه بحيطة وحذر، يتجنب يخرج من الدار إلا في الظروف ولا إلا في الحالات الضرورية، يغسل يديه عدة مرات في اليوم، المهم يتولى. أوكي عادل طمنتنا يعطيك الصحة، بصح كيفاش نديرو في المرحلة الصعيبة هذه اللي رانا فيها؟ على بالكم في الدنيا هذه ما كانش موقف ولا سلوك ولا أي شيء آخر اللي فيه سلبيات وما فيهش إيجابيات من الطرف الآخر. الشخص الإيجابي اللي يعرف غير النجاح في حياته من كل موقف صعب يستخرج الإيجابيات اللي كاين فيه ويستثمر فيهم جميع مجهوداته باش يبقى دائما على أحسن حال. فمثلا مع تفشي المرض رق قفل على روحك في الدار، الخدمة ما كانش أوبليجي، جيبك بدا يفرغ، تخاف تخرج وتمرض، ولادك تقلقوا مساكن محبوسين في الدار وبديت تتعب وغيرها وغيرها وغيرها، على بالي درك كل واحد فينا يقدر يكتب كتاب أسود. إلا أنه صدق أو لا تصدق حتى في ظروف كما هذه وكاين كذلك إيجابية. هل عندك ما قعدتش مع عائلتك الوقت هذا كامل، بالك كنت تهضر مع زميلك اللي في الخدمة أكثر من زوجتك اللي في الدار، أولادك كانوا متوحشينك يشوفوك من الليل لليل، يا سيدي درك تشبع منهم ويشبعوا منك، بالك الوقت هذا اللي راح تفوتوا في الدار راح تتوله الحوايج كنت غافل عليهم، عندك دي بريكول عام ما خدمتهمش، يا سيدي ما كانش عندك الوقت تفرغ لهم. هذه هي دنيا فيها البلوس وفيها الموان، وصدقني بالك اوكازيون كما هذه تاع انت وعائلتك متلمين وعندكم الوقت الفارغ في الدار بالك افي حياتك كامله مش راح تعاود. فكر هكذا، فكر هذا والله عمرك لا تفشل. الانسان الايجابي يسيطر على معنوياته بالطريقه هذه، يحطوك في اي موقف صعب ولا اي مشكله تستخرج منها الايجابيات وتستثمر فيهم، عكس الانسان السلبي غير ما يشم ريحه المشاكل يبدا ينفر ويطيح له المورال ويكتئب ويرجعها على نفسه وعائلته. كن ايجابي، كوني ايجابيه. طوموبيل طاح طومبان، يا سيدي لوكازيون نمشي شويه، العام هذا ما ديتش الباك معليش نريفيزي، بالك ندي العام جاي مونسيون خير ما ديتو العام هذا ب10 ونخير شعبه مليحه، البيسي تاعك فسد لك معليش تفرج لاتيلي عندي بزاف ما شفتش فيلم، المهم عصر مخك والقالها الجانب الايجابي تاعها. يا متهادو حاولوا ديروا الشيء اللي ما قدرتوش ديروه كامل من قبل في الدار، وننصحكم توضعوا برنامج صغير ليكم ولعائلتكم، فو با تطيحوا في الفيديو، ما تبقاش من الصباح لليل وانت في الفيسبوك والاخبار، سيبوا شويه التليفون مثلا صباح رياضه، من بعد لعب مع الاولاد قريهم لعبهم شويه، من بعد باليش انا اقرا كتاب جبد المصحف وقرا، شحال عندك ما قريتش القران بالك من رمضان اللي فات، بالك حياتك كامله وانت تحب تتعلم لغه جديده، يا سيدي جاتك لوكازيون عندك الوقت. الفكره انك توضع عده محطات صغيره في يومك تخليك تبقى حي تبقى فيفون
وما تملش وما تكتئبش باش تقردي نفس الشخصية هي يا مات وتفوت. اصبر واطلب من ربي سبحانه يفرجها لنا في اقرب وقت. فوالا خوتي وصلنا الى نهاية الفيديو، موعدنا راح يكون يوم الجمعة المقبل ان شاء الله في فيديو اخرى من سلسلة ممكن. وما تنساوش كالعادة تخليوا لي تعليق جميل على بالك انا كي تحلي المورال واش ندير، ندخل نقرا لي كومونتير تاعكم هكذا ما نحبش لي فيديو ونبقى كل سمانة نطلع لكم المورال. طالعوا لي مليح مليح في رواكم سيرتو درك خوتي، نحبكم من قلبي، سلام.